بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نعان الهاجري، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، وتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، لسباقات الهجن، خامس أيامنا من ضمن هذا المهرجان، المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ترى وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، لسباقات الهجن. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، هكذا انطلاقة ثاني أشواطنا في مساء هذا اليوم. انطلق شوط الرئيسي الخاص بالقعدان الثنايا، المسافة ألا وهي 8 كيلومترات، الحاضرة في هذا المساء. مقدمة الشوط، المركز الأول، الأسد يحتل المركز الأول بشعار هجن سيح السلم، مع مقدمة الشوط ومع صدارة الشوط أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يتابع يراقب الأسد في عملية التضمير. بينما المركز الثاني، القدوم والحضور من الجانب الأيمن، ضاري حضر وحضروا أبناء تبوك الورد، محمد بن عبد الله بن محمد العرجان العطوي ينطلق مع انطلاقة ضاري. المركز الثالث، مرحبا يا بن حلفان، مع انطلاقة زاهي ماجد بن محمد بن حمد المري، شعار بن حلفان يحتل المركز الرابع. المركز الخامس، واختتم به النداء، وصل ناصي، مرحبا بهذا الشعار، الضيف القادم من دولة قطر الشقيقة، وبالتحديد من ميدان الشحانية. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة. زاهي حضر بشعار في هذه اللحظات، أو ناصي ناصي، صالح بن حمد بن سالم النابت المري يحضر مع ناصي. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. الفايف ستار، النداء الأول أتممناه على مسامعكم، وما خلف الخمس، ياهي أسماء خطيرة، ياهي شعارات كبيرة. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعار الشرس، العودة إلى زاهي ماجد بن محمد بن حلفان المرية، انطلق مع انطلاقة زاهي. ولكن مرحبا، مرحبا في هذه اللحظات، مرحبا بالاسم الصعب، بالاسم المرشح لنيل هذا الشوط، صايب حضر، صايب يحتل المركز الأول. أتانا من الصفوف الخلفية إلى مقدمة الشوط راشد بن محمد بن حمد المري، حضر مع صايب المركز الرابع ناصي، صالح بن حمد بن سالم النابت المري المركز الرابع، المركز الرابع شعار في هذه اللحظات، شعار عودة بن سلامة بن محمد بوفراك
يحتوي حضر شعار ابو فراك. يقدم لنا الاعداد، يقدم لنا الاعداد المركز الخامس، القدوم في هذه اللحظات مع خامس الاسماء وخامس التحديات. مرحبا بهذا الشعار، وصل شاهين زياد بن حزل الشمري، وصلوا ابناء اسكاكا، حضروا في هذه اللحظات مع شاهين يحتل المركز الخامس. هكذت كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى شعار هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، وإلى صايب راشد بن محمد بن حمد المري، حضر مع انطلاقة صايب المركز الثاني. القدوم الحضور من الأحداد، الأحداد الأحداد، عودة بن سلامة بن محمد بو فراك الأحطوي، حضر مع انطلاقة الأحداد المركز الثالث. وصل مالك السعفة صاحبة الشوط الرئيسي للأبكار الثنايا في هذا المساء، يقدم لنا منادي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، أحد الخبراء في عملية التضمير، محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري، يتابع منادي في عملية التضمير. المركز الرابع، القدوم من ناصية صالح بن حمد بن سالم النابت المري. المركز الخامس، القدوم والحضور من شعار هجن سيح السلم مع انطلاقة الأسد واندفاعته، الأسد مع المركز الخامس. هكذت كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، ولكن العودة إلى صايب، إلى صايب، صايب، صايب راشد بن محمد بن حمد المري، ينطلق مع انطلاقة صايب، ولكن القدوم، ولكن الحضور من منادي، منادي، منادي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، يتقدمون أبناء المنامة، أبناء مملكة البحرين بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، أحد الخبراء في عملية التضمير. عندك يا بن شريم، عند محمد بن عبد الله بن شريم المري المركز الثالث. القدوم من شعار ناصية صالح بن حمد بن سالم النابت المري، يحضر مع انطلاقة ناصية. المركز الرابع، القدوم من انطلاقة الأحداد، 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 وشعار ابو فراك، وشعار عودة بن سلامة بن محمد ابو فراك الأحطوي، يحضروا مع انطلاقتي واندفاعة الأحداد. المركز الخامس، مرحبا يا أبو مرزوق، يقدم لنا نجد سمير بن مرزوق الشاقي الشمري، حضر مع انطلاقتي واندفاعة نجد سعد زياد الشمري، يتابع ويراقب نجد في عملية التضمير. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صراع الثنايا، إلى صراع الثنايا مع انطلاقتي واندفاعته في هذه اللحظات. انطلاقتي صايب، صايب،
الاسم الخطير، الاسم المثير بشعار في هذه اللحظات، راشد بن محمد بن حمد المري. انطلق شعار بو محمد، انطلق مع صايب يوه يا القحدان الثنايا، والله طارن. اقلعن اقلعن، وصل اول الواصلين منادي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى بن خليفة. يتقدم شعار الخليفة على المركز الثاني والمركز الثالث، القدوم من ناصي صالح بن حمد بن سالم النابت المري على المركز الثالث. المركز الرابع شعار ابو فراكة يحتل المركز الرابع مع انطلاقة العداد، عودة بن سلامة بن محمد ابو فراكة الاحطوي، ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى صدارة الشوط. ويا سلام الضيف والمضيف مع شوط القعدان الثنايا، يا سلام صايب، ولكن غير منادي غير منادي غير منادي. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير مع انطلاقة منادي، منادي للنوماس، منادي للانتصار. يا بن شريم يا بن شريم، هل يفعلها أبو عبد الله؟ هل يفعل النقطة الثانية؟ هل يفعل الشوط الرئيسي؟ ثاني أشواطنا في هذا المساء مع منادي، شعار اسعفه، شعار اسعفه، الآن يقدم لنا منادي. والعصا وين يا أبو جابر؟ العصا في الأبطال، ما حركه، بسم الله عليه، ما شاء الله. يا منادي يا منادي، شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. انطلق مع منادي، عاد صايب، عاد صايب للصراع للنزاع من أجل البقاء والنوماس. ولكن بن شريم، بن شريم مع انطلاقة منادي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، الشوط الرئيسي يذهب إلى إخواننا أبناء مملكة البحرين وإلى المنام، إلى المنام. سلام بو عبد الله، سلام، تهانينا والنوماس لهذا الشعار الكبير، شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. مشكور يا العارض، مشكور محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم، من يتابع النادي في عملية التدمير. المركز الثاني، ثاني المراكز، صايم ما قصر بشعار راشد بن محمد بن حمد المري، والمركز الثالث ناصي صالح بن حمد بن سالم النابت المري، حضر مع انطلاقة ناصي. والمركز، المركز الرابع شعار سمير بن مرزوق الشلاقي الشمري مع نجد. المركز الخامس، خامس الأسماء، عودة بن سلام بن محمد بن فراكة العطوي مع انطلاقة العديد. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، شوطنا الرئيسي للقحدان الثنايا مع شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع منادي ومع السعفة، من احتكر الأشواط الرئيسية في هذا المساء وذهب بالسلام إلى أخواننا أبناء مملكة البحرين وبالتحديد إلى المنام. ومشكور يا من تابع منادي في عملية تضمير، محمد بن عبد الله بن شريم الشمري. تانينا والنومات، التوقيت الزمني 13 دقيقة 23 ثانية و87 جزء من الثاني، هكذا توقيت منادي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. المركز الثاني صايب راشد بن محمد بن حمد المري، 13 دقيقة 25 ثانية و39 جزء من الثانية. المركز الثالث ناصي بشعار صالح بن حمد بن سالم النابت المري، 13 دقيقة و29 ثانية و24 جزء من الثاني، هكذا توقيت ناصي. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، تانينا والنوماس لمالكي شعار منادي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. تهانينا والنوماس لك أيضا يا من تابع منادي في عملية التضمير، محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم
المري. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، انطلق قبل قليل ثالث اشواطنا في هذا المسلسل.